اختتمت فعاليات المؤتمر الاستراتيجي السنوي الثامن للشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز التميز الجامعي بجميع أشكاله الذي قامت بتنظيمه كل من جامعة البحرين والجامعة الأهلية برعاية وزير التربية والتعليم وبمشاركة عدد من الناشرين المعتمدين لتصنيف الجامعات العالمي كيو إس، حيث تم استعراض تجربة عدد من الدول في سبل الارتقاء بالتعليم الجامعي. خبراء التعليم الجامعي اجتمعوا في مملكة البحرين في المؤتمر الاستراتيجي السنوي الثامن للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التميز الجامعي. بحثوا وتناقشوا على مدار يومين حول أبرز السبل التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالتعليم الجامعي ومخرجاته من كافة النواحي. هذا المؤتمر إذن هو خلق نوع من عصف ذهني، نوضح للجهات التصنيف في آسيا شنو المشاكل اللي مثلا تعيقها ان هي تطلع في المراكز الاولى، خصوصا الجهات الحكوميه اللي هي ملزمه تاخذ الطلاب بوفق سياسه معينه، ما عندهم موارد اخرى، مو الكل يقدر يروح جامعه خاصه يدفع الرسوم. طبعا هذا المؤتمر هو النسخه الثامنه من كيو اس ميبل، ولذلك هذا المؤتمر مهم جدا، المشاركين اكثر من 200 مشارك من اكثر من 70 جامعه من 40 بلد مختلف، ولذلك الحقيقه تناقش فيه 50 بحث، ولكن اهم شيء الحقيقه هي التلاقح العلوم والحضارات، ومهم اهتمام كبير جدا ان نتعلم من بعضنا البعض. أوراق عمل طرحت وتجارب استعرضت من قبل دول استطاعت أن تحقق مركزا متقدما ضمن قائمة تصنيف الجامعات، على اعتبار أن هذه التجارب والتصنيفات لها دور كبير في تشكيل آراء الطلاب وأرباب العمل والحكومات بشأن جودة مؤسسات التعليم العالي. تم مناقشة أكثر من ورقة عمل في المؤتمر تطرقت إلى جودة التعليم وتحسين التعليم للارتقاء به نحو التميز، كما أن يعني البحرين أثبتت، وبالأخص يعني جامعة البحرين كشريك استراتيجي أثبتت جدارتها في استضافة نفس هذا المؤتمر الذي يعني بتصنيف الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إحنا الواقع جامعة العلوم التكنولوجية الأردنية إحنا بنشارك للمرة الرابعة في هذه الفعالية، وإحنا يعني لاحظنا التقدم والتغيير والتجديد في كل مرة شاركنا فيها. يعني الجديد السنة هاي كان في تركيز على تميز الجامعة، تميز الجامعات بالعموم، وكان مثلا اللي هي تعديل الطرق طرائق التدريس. الحمد لله كان المؤتمر جدا جميل، محتوى جدا كبير وأكاديمي بحت، وإحنا نحتاج في مملكة بحرين هذا النوع من المؤتمرات، وبالأخص إحنا كطلبة لما ننظم نستفيد ونفيد ونحتك بالخبرات اللي من خارج مملكة البحرين والجامعات الأخرى. هذا اللي نحتاج إحنا كطلبة حق يطور من مستوانا العلمي والأكاديمي، وأيضا عشان نرتقي بمملكة البحرين إن شاء الله. المشاركون في المؤتمر أجمعوا على ضرورة وضع أجندة واضحة للنهوض بالبحث العلمي من خلال تحسين نظم إنتاجه من جهة، والاهتمام بالبحث العلمي الدولي من جهة أخرى، على اعتبار أن التميز في التعليم الجامعي لا يكون إلا من خلال أطر منهجية مدروسة. هذا المؤتمر جمعوا على مدار يومين المختصين في قطاع التعليم العالي من كافة أنحاء العالم، حيث بحث المشاركون فيه كافة الطرق الجديدة لتحقيق التميز الجامعي في ظل التطور الذي تشهده المنطقة في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.